العصفور الجريح. في أحد الأيام هبت ريح قوية في الحديقة، واختبأ الجميع في منازلهم حتى هدأت الريح. عندها خرج اليعسوب ميمو ليبحث عن مغامرة جديدة، وفي الطريق سمع صوتاً ينادي: ساعدوني! ساعدوني! أسرع ميمو إلى مصدر الصوت ليجد عصفوراً صغيراً مستلقياً على الأرض وهو يتألم. اقترب ميمو من العصفور وسأله: هل أنت بخير؟ ماذا حدث؟ كنت أحاول الطيران فهبت ريح قوية ووقعت على الأرض وأشعر بألم في ساقي. أجاب العصفور متألماً: لا تقلق يا صديقي، سأحضر لك المساعدة، ولكن أخبرني ما هو اسمك؟ أجاب العصفور بصوت متقطع: أنا كوكو. حسناً يا كوكو، انتظر قليلاً وسأحضر المساعدة. وضع ميمو القليل من الماء أمام كوكو ليشرب، ثم ذهب مسرعاً ليحضر المساعدة. عاد بعد فترة قصيرة ومعه الحكيمة سلحوفة. عاينت سلحوفة ساق العصفور وقالت: إنه جرح بسيط جداً، اذهب يا ميمو بسرعة وأحضر ورقة شجر نظيفة والقليل من الماء. أحضر ميمو الأغراض بسرعة، نظفت سلحوفة ساق كوكو بالماء وضمضت الجرح بورقة الشجر، ثم قالت لكوكو: ستكون بخير، ولكن عليك أن ترتاح قليلاً حتى يشفى جرح ساقك. استدعى ميمو صديقتيه الفراشة لين والنحلة يارا. تعاون الأصدقاء ونقلوا كوكو إلى مكان آمن وتناوبوا للاعتناء به حتى تحسنت ساقه واستطاع الوقوف عليها من جديد. قالت لين بحماسة: هذا رائع يا كوكو، يمكنك الآن أن تعود إلى العش وترى أمك من جديد. أجاب كوكو بحزن بسيط: نعم صحيح، وأنا اشتقت لأمي، ولكن المشكلة أني لم أتقن الطيران بعد وأخاف أن أقع مرة أخرى. قال ميمو: إذن علينا أن نساعدك لتطير وتعود إلى أمك. نعم صحيح، هيا بنا لتطير يا كوكو. قالت يارا بحماس، وبدأ الأصدقاء تمارين الطيران مع كوكو. وبعد فترة من التمرين المستمر حان الوقت لكوكو ليحاول أن يطير مرة أخرى. وقف كوكو على صخرة عالية وفرد جناحيه، ولكنه عاد إلى الخلف متردداً: أخاف أن أقع مرة أخرى. قالت لين: هيا حاول يا كوكو وكن شجاعاً، نحن جميعنا قربك وسنطير معك لنبقيك آمناً. تشجع كوكو وفرد جناحيه من جديد، نظر إلى أصدقائه وهم يشجعونه: هيا كوكو! هيا كوكو! وقفز عالياً وبدأ يرفرف بجناحيه بسرعة حتى ارتفع وطار. رائع! أحسنت يا كوكو! صاح الأصدقاء بسعادة. رد كوكو شاكراً: شكراً لكم يا أصدقاء، بفضلكم سأتمكن من العودة إلى العش وأرى أمي، لكني سأعود قريباً لنلعب معاً. قال الأصدقاء: مع السلامة كوكو، نراك قريباً. كن حذراً. وتذكر دائماً. كن حذراً، اعمل واجتهد وستنال المستحيل. هل أعجبتكم قصة اليوم؟ لا تنسوا الاشتراك بقناة مدرسة لمشاهدة قصص الأطفال العديدة والممتعة.